صباح الخير عليكم البنات، صباحو تربحو. نهار جديد، فيديو جديد، كنتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. خير كنت كتشوفوني في الصباح فصباح الخير عليكم، كنت كتشوفوني في العشيه فمساء الخير عليكم. اختي انا يا اختي راني باقا في الطبيله ديال الفطور ديالي، انا والكتيكيت ديالي راه فاق فطر السبعه، ودابا راه عاد فطور شي جمرات تريبل فطور عندي هذا النهار. لكن قبل ديك الميتله ديالو مسكين على قد الحال، انا صراحه الله ما قديتش نفطر. كتصبح هاد الايام الشهيه مسدوده ليا. اليوم اختي صباح الجو غزال، اللهم لك الحمد، بعد ما دازت واحد 3 ايام ديال الحراره، وخا اليوم راه تبارك الله شي 3 في شهر 10، ولكن اختي جات واحد الزمته وواحد الحراره بوحديتها كان الصفر رجع من البعد. هو اللهم لك الحمد، الحمد لله سبحان اللي بيتها في الشمس صباح الشهر. صراحه صباح واحد الجو باد والغيم كانها باغا تطيح الشتا، يا ربي ما تعطينا الشتيوا. اللهم عطينا الغيثه ولا تجعلنا من القانطين، الحمد لله يا ربي. فانا ماشي من ديك الصراحه كاين اللي كيقول لي كيجي وقت ديال الصيف يقول لي ربي تكون البرد، كاين اللي كتقول وقت البرد كيقول لي ربي تكون الصيف. انا سبحان الله ما عنديش هاد القضيه، كنموت على شي حاجه سميتها البرد، واكثريه فصل الربيع صراحه الله كيكون الجو معتاد، ما بارد ما سخون، كيكون الجو غزال. فصل الربيع حق الحمق، انا على فصل الربيع فصراحه الله الصيف كيغلبني، جينا اختي الحراره وتن كنقضي كنشرب غير في الماء. فرحت كنفضل اختي البرد، البرد عنده دواه بعدا، كيما كنحط تغطي بالماطا كتشربي شي كويس اتاي سخون، كتاكلي امي كلا سخونه قطنيه هذاك الشيء سخون. اما اختي الصيف ما انسان تيبقى خاصو غادي يتمدي في البلايص الباردين، خاصو تقلبي على الماء بحال داك الحوته كنقلبو على الماء كاملين اختي. ايوا الحمد لله اللي جا في وقت ما يتلامى البنات، الحمد لله يا ربي بالصبر غير الصحه والسلامه. الله يخليكم تنتوما صحيحتكم يا ناري. هذا شنو داير بلدي عزكم الله، حط الصنداله فوق الطابله، قالت له غير الصنداله هي مش كيلعب بيها، حطها فوق هذا حتى مسح الطابله ما عليها شي زيد. واش ندير اختي مقديتش ناكل دابا ان شاء الله يا ربي. مول الحوت كيعيط، الحب ديالي في الحوت، كنموت على شي حاجه سميتها الحوت. كتقول ماما واش انت اختي قطه؟ واش ولدت قطه؟ كنموت على الحوت البراقية، لا كان سيمو الحوت تاجع خديت الشطون ولا ما هي في يوم ديال ماما الحوت. ماما الحوت كل نهار في الحوت صافي، دابا عاد كليناه البارح اختي. كيعجبني الحوت بزاف، كنستهلك لك الحوت، الحوت كثر ما كناكل الدجاج ولا ناكل شي حاجه سميتها اللحم، كنموت على شي حاجه سميتها الحوت. واكثريه كيعجبني الشطون ولا شو سميتو السمطه، السمطه هي كتجي غزاله بنت كتجي فنه. ايوا واش غادي ندير اختي نوض، بل انا ما قديتش الفطار ولدي فطار، ما مشيتش جبت الباكيط، عندي غير الخبز كنعجن غير الخبز ديالي وكنطلعها بالسميده صراحه الله كتجي غزاله. الفطار الاخرى كانت الباتيسري تحت مني، دابا هنايا شويه الباتيسري كما كنقولوا خصني نهبط ونخرج عاد الشنطه عاد كنلقى الباتيسري ما فيه اختي، ما يمشي اصلا. انا ما قديتش ناكل شي اللي كتصبح مقفوله ليا. ايوا اختي واش غادي نديرو؟ المهم البنات باقي الروتين ديالي تابعوني، وما تنساو اختي لو وصلتي حتى لهنا عافاك ما تنساليش واحد اللايك واحد الكومونتير زوين بحال قلبك. ديما كتفرجوا في فيديو ولكن ما كتخليو ليش اختي اللايكات ديالكم، فكنتمنىكم اختي لو وصلتي لهنا اختي عافاك دابا ديري واحد اللايك عاد كملي معايا الفيديو. يلا البنات كملوا معايا الروتين ديالي باقي طويل وباقي فيه ما يتشاف. ايوا اختي دابا خصني ضروري المستند الرسمي ديالي في الشقه، نمشي نجيب الفوطه ديالي راني نشرها في البالكون. هاد اختي اللي كتنفعني عرفتي، والدار الاخرى كان عندي روبيني حاضر، انا اختي يضرب لي ما قلت له عرفتي كيطوش عليا ما كيخلينيش في الماء، ودرجه واحد الفوطه ديال مين كيبقى ضاف داك الماء كيفز لي الصنداله كيفز لي حتى السروال صافي ما عرفتش شنو ندير معاه، معمل معلقين هاد الروبيني هذا. كي قال مولاها بحال طالعين في لاله شافيه بحال اللي دار لي شي الشاشه ديال الدوش، صراحه كيجيني عالي بزاف اختي. ايوا خصني ندير هادي ديال الكتب، واخا هادي ديال الكتب قال راه كتخلي اختي ما كتفزك لي اخرى قالت كتقطع لي تنشوف عاوتاني شوفوا وطا مزيانه. ايوا ندوزو دابا نجمع اختي الطبايل اللي عندنا وغير المصور ديال هاد الشيء ديرو هاد اختي في الثلاجه. قبيله كل مره كنقول مثال انا نفكرها واحد مي كنديرها لها حق الله هاد البنات اللي كنساها بصراحه الله عرفتي كيف خصني نسحب جافي لا تديها شي طريقه ولا هذا تولي لي حتى هاد المره غادي نكتبها هنايا بستيلو خصني نشري مي كان بستيلو حيت كنمشي للسوق وكنخرج للسويقه وكندوز حدا ميكا ولكن شي حاجه تفكر اني نشري ميكا حتى تنجي لهنا كنقول راني نسيتها ودابا خصني غادي نكتبها في يدي باش غادي نشري انت هنا من هاد المسيه وساعه كنمسحها طالب صافي مسيه.
شفتي اللي قالت الطبيعه ديال التحميره ما كتجمعوهمش فيه كتفضع يا ايوا الحبايب ديالي هنايا غادي ندوز نوصل اختي للمعنات ديال العشاء. صراحه الله البارح وجات العشاء ما قديتش نغسل المواعن كما كتعرفوا حنا رحنا غير بشر مخلوقين من دم ولحم ضروري انسان كيعيا كتجيبها مره مره. هاد الصباح هذا ما عنديش العجينه الحمد لله ما عنديش العجينه وصبح ليا هكا وطاشي عامر صراحه الله كيقنطني مولفه هكا كنوجد الفطور في لافافو نقي ودابا صراحه الله ميكت عليهم صبحت شي شويه عيانه وجدت العشاء وهذا يلا صليت العشاء صراحة الله نعس بحالاتي بكري ايوا كتجيبها مره مره ماشي مشكل كلشي غادي تغسل اختي كلشي غادي يدوز الله كان شيئا لم ياكل حتى حاجه ما كتبقى في اليدين صبغ غير الصحه والسلامه يا ربي تعطينا الصحه والسلامه باش نكونوا مع هذا الشيء. واخا اختي راه كيقول لك نقى على نقى ما يخليش قا ولكن واقع لا قالوا بالمقلبه نقولوا شقى على شقى راه ما يخلي نقى هكا انا كنقولها اختي. خص انسان ضروري المداومه على هذا الشيء مريره مريره اما لغفلتي وميكتي غتلقاي الحاله ولات لا حلت الله. مره كل ساعه بنادم كتبان له ضريبه كيبان له بلاكار خاصو يتخمل يترتب كيترتب بانت له داك السيجور خاصو يتهز ويتشطب تحت منه ويتصيق ايوا الايام تسير ما عند الانسان ما غايدير كل مره كنطرفو بليصه كل مره كنضفو بليصه هكا الشقا ما كيغلبناش. نهار اللي يكون عندنا العجينه راه ما غاديش نصبنو كنا نتصبن كنقسمو داك الشيء وكاين شي انا بعد المره والله القسم بالله الا كنصبن هكا حتى العشيه وكنشرو ايوا هادشي فاش كيلحقنا جهدنا الحمد لله مصاب دائما كنقولها وكنعاودها مصاب غير صحيحه والسلامه اختي. انا هاد لافافو اختي راه خريج عليا تيفزقني بزاف صراحه الله دابا عرفتي راه داك الفواطه اللي لابسه كلها فزقت لي كتهبط لي على السروال كتفزقوا لي صندالتي نضرت مسيحه لداك الفران البوطه ديما كنمسح عليها كنكب عليها اتشي وكنخليها حتى تنغسل المعن كترطب كتقول لي لا البنات كتبري واخا كنقول راه نشري الو كنساه. هنا راني جامعه السيجور كما كتشوفوا بيت الماكله تما طلق صوره البقره خرجت البنات جبت نص كيلو ديال الدرهم معايا ب 130 خديت معايا جوج كيلو السميده ب 10 درهم ديال الحرشه كتجي فنه صراحه. واحد نص كيلو ديال اللوبيا واحد نص كيلو ديال العدس واحد نص كيلو ديال الجبانه جوج باكيتات على حساب التسياق وداك الشيء. هنا جوج المرصوات هنا الخميره كنت كناخذ المعجونات صراحه الله درافيها زوينه هذه ب 6 درهم و10 ديال الصاشيات هنا ديال الخماره كتجي جوج كيلو السنيده خديت جوج يطرو الزيت باقي ليا جوج يطرو خديت هاد الباكيات اتا حتى هي ربع عندي باكيات سلطه خديت 10 ديال البيضات ديت ربع الزبده سونترال هي والعسل على حساب بغرير بصراحه الله كتجي جبني هنا الحدس خديت واحد الكيلو البنان خديت واحد الدلاعه بصراحه الله كنت كنتقدا بالشهر ولكن كنت كنتقدا بالشهر ولكن لقيتها ما مسلكانيش كنلقى راسي خسرت 700 درهم وما فيها حتى شي حاجه. دابا قلت نجرب داكشي اللي صراحه الله ناقصني كنتقدا به بالسيمانه داكشي اللي كيكون ناقصني هو اللي غادي نعاود نتقداه. انا راه كنت في الاول الشهر خديت الشكلاط خديت داك التخربيق خلاص الطحين كنخدو كناخذ 25 كيلو كدوز من نهار واحد حتى 30 الشهر صراحه الله كانت هنا. انا حاجه وحده بقات ناقصاني نسيتها هي الفينوت هي كناخذ جوج كيلو بصراحه اللي ناقصني كنعاود ناخذو بصراحه الله لقيت هادشي مسلكني جافي راه خلاص راني واخداها البنات صراحه الانسان يمشي على قد حاله كما كتعرفوا دابا الوقت تبارك الله كلشي تزاد كلشي غلا مع هاد ارتفاع الاسعار الانسان يمشي على قد حاله ويمشي على داكشي كل واحد كيمشي على قد المستطاع ديالو. صراحه الله 4 سنين وانا كنتقدا بالشهر ولكن صراحه الله ما استفدت شي حاجه صراحه الله ما كيشيط لي حتى شي حاجه كنلقى راسي مرت. هنا العطريه راسي جبتها معايا جبت ربع الكمون جبت ربع التحميره حيت الاخرين داكشي اللي كيكون ناقصني هو اللي كنجيب صراحه الله. ايوا عاوتاني التالي ديال ربع يطرو عندي جوج يطرو وجوج يطرو دابا جبتها على حساب القليه انا راكم عارفين والملاوي التالي عاوتاني نولي نجيب. ايوا الحمد لله عليها نعمه اللهم ديما نعمه يحفظها من الزوال الانسان غير يعرف يتصرف شويه وصافي وما شنو ما جبنا غادي تسال. ايوا يا اختي انا تقديت هاد الشيء البنات اللي كتشوفوا راه خسرت فيه 140 درهم وعاد راه الجنجلان والنافع ما شاركتهمش معاكم. صراحه الله راكم ما راه كنت كندي 700 درهم قسما بالله. صراحه الله كتخلعني والله العظيم لا كتخلعني. دابا هكا بالسويمينه اللي تسالات نجيبوها عاد
كنخرج نجيب معايا 2 كيلو ديال الفينو كنخلي حتى هو في السطيل. صراحه الله كتنفعني هاد المقضيه والله العظيم. حسن اختي ما كنمشي كنخسر 10000 ريال في الهري جيب كنلقى اختي النوب كف التالي. كنتصدم اختي ملي كنجي للدار كندخل دخله مجهده في الاول الشهر، وانسانه كما كتعرفوا دابا ما عرفش يساير مع الوقت مشكله. صراحه الله خصني شي نشري داك السطولات وداك المنظمات فاش نبقى نجمع هاد المقضيه ديالي. السطيلات هادو غير صغيورين ما كيجمعوليش بزاف، ولكن نقضيو بهم الغرض ماشي مشكل. انا نستف اختي المقضيه ديالي راه باقي الحال. ايوا هنا البنات غادي نستف التقضيه ديالي كما كتشوفوا الثلاجه راني حالها. علاش حالها البنات؟ الثلاجه ديالي راه مشى لي ليها الموطور. عاد ان شاء الله يا ربي لكتب عاد غادي نصوبها. داكشي علاش راني حل هذاك الحله مخليها كيك داك الخضره وداك داك الديسير وداكشي كيتنفس فيها باش ما تيخمج ليش. عاد غادي نجيبو المعلم، عاد غادي نشريو لها الموطور في السيري ديالها بحالها، عاد غادي نصوبوها ان شاء الله يا ربي. نتمنى مسد ربي الحبيب ما تبليش عاوتاني تخسر. دابا هنا البنات غادي ندوز اختي نصوب الغديوه ديالي. هنا درت واحد طرف دجاج، درت واحد الفلفله حمراء، ودرت خيزو، درت بطاطا قطعتها طرونش، واحد ميطيشه كتجي زوينه من الفوق تما في العطريه لي بزاف، درت شويه معلقه ديال التحميره، ودرت سكين جبير. ايوا اختي ثلاثه ديال الحارات المسانده الرسمي ديالي في الماكله. تيلحار كنحمق عليه، مره نديرو هديسه، مره هكا كنلوحو في القطنيه. فصراحه الله كيشجعني على الماكله. انا ما كانش الحار كنموت على شي حاجه سميتها الحار، تما راه رد الباربه كتسلق حتى هي غادي نديرها عصير. صراحه بقيت كنفكر بزاف مع مشيت تقديت ودزت لاجونس على حساب انوي. صراحه الله تعطلت وصافي بقيت كنفكر. هنايا اختي الغديوه ديالي راه وجدات طويجين، و يا وليدي مسكين هنا راه كيقول لكم شانه من البنات. ايوا هنايا طحنت الباربه، درت فيها دانون وواحد التفاحه، تما الخبز راه بايته عندي من البارح ما عجنتش. صراحه الله هنايا نشفت الطاجين اختي، ولا ما نشفت الطاجين ما تسماش طاجين. ولدي ما لقاش مسكين المريقه ما يغمس، كتعجبو داك المريقه كتعجبو كيغمس كيلقى ما كيطلع هكا في الشدق. ايوا يا اختي تنشوف شنو غادي ندير له، نطيب له البيض ولا شي حاجه. فصراحه الله ما عندي ما ندير الطاجين، ما غاديش يجيني مراق. البنات هلا ولي فراسكم الى فيديو جديد.